المجلس الانتقالي يريد ان يحتفظ بمدينه عدن كورقه ضغط لكي يتسنى له فرض شروطه على طاوله الحوار. لا يمكن له ان ينسحب ومن ثم العوده الى طاوله الحوار، وبالتالي سيكون عباره عن طرف سياسي او حزب سياسي موالي للشرعيه، او سيدخل في هذا الاطار. لكن عندما يتحكم بورقه عدن ويحتفظ بمدينه عدن كورقه ضغط في طاوله الحوار، سيكون لد لحكومه هادي، وبالتالي سيحاول فرض شروطه المستقبليه من حيث تقرير المصير او استعاده دولة الجنوب، أو حتى ضمن وحدة لا يعني يكون فدرالية أو لا مركزية، دولة لا مركزية.